اقعد انت تتوب كده كانك عايز تنام. وانا اضحك عليك ليه؟ عشان كسبك ماتشين ورا بعض. سيبنا انا راجل موظف شقيان. طب ما انا طالب تعبان برضه، بس في فرق قدرات. قدرات مين يا ابني؟ انت بتلعب ببرشلونه وانا بلعب بندرلخ وعايزني اكسب. هو انا اللي بختار الفرق؟ ما في قرعه. ايوه بس ما تكلمش على قدرات عشان ما هزش ثقتك بنفسك يعني. والله ولا انت على 10 زيك. مساء الخير. مساء الخير. هو حضرتك سميره كرم ولا في شبه؟ اه سميره. انا بحب عرق جدا. ميرسي يا حبيبي قوي. والله مفاجاه حلوه يعني في اخر اليوم ان الواحد يشوفك. ربنا يخليك. ده بجد يعني؟ اه طبعا بجد، بس الواحد مش عارف يقول ايه ولا ايه. ربنا يخليك. هو انت بقيتي جارتنا؟ لا لا، ده انا كنت عند استاذ عمرو درويش. اه استاذ عمرو ده عشره من زمان يعني، انا وهو اصحاب قوي. اكيد هنشوفك كتير بقى الفتره الجايه. انت اسمك ايه بس؟ عبده. ده عبده ابن لميا جارتنا اللي فوق. ابنها الصغير يعني، عنده اختين اكبر. اهلا بيكم. طيب. طب استاذنك بس بصوره ممكن؟ مفيش مشكله. قال اصل ابن طارق الصغير بيحب حضرتك جدا. يا حبيبي مفيش مشكله. قال هو صاحبه ابني الصغير صاحبه عشان كده عارف ايه. تمام. شكرا. بعد اذنك. شكرا. باي باي. باي باي. شفت بقى ما تتكلمش على القدرات. انت مين بقى؟ انت عبده ابن لميا الصغير. تمام؟ صاحب ابني. تعالى.